السلام عليكم. اليوم نعود الى ملعب دويرة، والملاحظ حسب الصور اللي عندنا تاع اليوم هذه تعود الى اليوم، انه الدعامات تاع الكراسي نتاع المدرجات السفلى راهي مافونسيا بزاف يعني في التركيب. اذا هذا دليل على انه يعني الانتهاء من تركيب الكراسي سيكون في غضون اسبوعين اذا كانت متوفره يعني الكميه الكافيه تاع الكراسي هذه واجده، فالتركيب تاعها سوف يدوم يعني لا اكثر، ما يكونش اكثر من اسبوعين ان شاء الله. الملعب هذا يصبح رائع، وهنا نشوف يعني الشيء اللي زاد من جمال الملعب هذا هو ان هذيك المربعات نتاع البيتزا كاري اللي كانت من قبل تبان فيه يعني كراسي اخرى اللي وصلت ما بين المربعات هذه اللي باش تمد شكل يعني رائع. ان شاء الله يكون ملعب في المستوى ويعجب يعني يعجبنا ويعجب الشعب الجزائري، وان شاء الله نكمل الملعب هذا باش ندخلوا في مشاريع اخرى تخص المجالات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم.